مصطفى مش معاك فلوس يا مصطفى؟ لا مش معايا. ما انت بنزلنا ليه يا مصطفى؟ ما انت مش معايا. انت لعبت يلا ما نخرج، يلا ما نخرج، يلا خرجت. والله العظيم لو كنت عارف ان انت مش معاك كنت ما كنتش نخرج. خلاص انا معايا 50 جنيه، وما اجيب لي العيال كلها وخلاص. ماشي خدوا يلا اشربوا اشربوا الكل. في ايه يا مصطفى؟ في ايه؟ رايح الحمام. ماشي وحشني. ما في ايه؟ انت متعصب ليه؟ انت مش معاك فلوس وانا اديك؟ لا معايا يا بنتي، انا بهزر كده، ما مش عايز اديها اصلا. ماشي فكرتك اصلا مش معاك كنت هديك. هي البنت اللي قاعدة دي مش انا عارفاها؟ ده دي ملك صاحبتي اللي انا بخصمة بقالي شهرين ثلاثة. هي لا هي لازم اقوم اشوف. لازم ماما اشوف، لازم اروح اشوف. ايه مصطفى ايه اللي انت بتعمله ده؟ صاحبتي ملك انت بتخوني؟ انت اتجننت؟ انت بجد اتجننت بتخوني؟ انت اتجننت؟ فين يا مصطفى؟ انا عملت لك ايه اللي كله؟ انت اتجننت يا مصطفى؟ انت بتضحك عليا؟ صاحبه وعلمتك ودخلتك بيتي وخليتك تعرفي اخبار بيتي. كنت بتحكي لي مشاكل؟ كنت بحكي لك مشاكل؟ ايه بقى مين اللي عملت لك ايه؟ يا وقعت عشان تعرفي شاشه. ايه ضربت بيتي؟ انا عمو ما اعرفش عشان بيتي. بيتي ابو ماما مصطفى، مصطفى بيخوني يا ماما. طب مع مين؟ مع ملك صاحبتي اللي انا حبيتها وخليتها صاحبتي وعشت عمري ودخلتها بيتي وخليتها دي لك الضربة جودي من كام شهر. بلا ماما لقيتها بتخني، لقيت جوزي بيخني معايا. ماما اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا بأي طريقة؟ بصوا القاضي دلوقتي هينده لكم، قولوا انت هتختاروا مين. هنختارك انت طبعا يا ماما عشان بابا يقعد يطلبنا عليه. ماشي القاضي هينده لكم دلوقتي. انا عايز باي طريقه عيالي يبقوا معايا. تعمل اي حاجه عشان عيالي يبقوا معايا وانا مش هعرف. هتعرف. يلا روحي بقى للقاضي. يلا روحي بقى يا قلبي. يلا روحي. عايزه تختاري مين؟ هختار ماما عشان ماما بيقعد يضربنا وبيشتمنا وبيهنا وكل حاجه. خلاص انتي الاخت. ماما خليها تشتغل من الاوضه. يلا روحي.
هختار مين؟ هختار ماما عشان بابا يقعد يضربنا ويهنا ويشتمنا وكل حاجة. ماشي دلوقتي استاذ مصطفى مدام ميرا الحضانة بقت من حقك انتي، لان العيال عايزين امهم مش عايزينك انتي يا استاذ مصطفى. شكرا.